يا صباح الورد والياسمين عليكم من الكويت. في اخ عزيز كتب لي على الانستجرام وقال لي ازاي يا هرش حياتة اقدر اشتغل بالالماني في الكويت. طبعا مبدئيا كده اللغة الالمانية يا جماعة استخدامها وانتشارها في الكويت قليلة جدا جدا جدا، وبتنحصر بس في الوسط اللي هو بيتكلم الماني. يعني مبدئيا انت ممكن يعني تشتغل في سفارة من السفارات، بس هنا احب اقولك ان هم ما بيطلبوش كتير، يعني نادرا اول ما بتفضى وظيفة بيعلنوا عنها، ماشي؟ فانت ممكن طبعا اول حاجة انك تتابع حساب السفارة الالمانية والنمساوية والسويسرية على الانستجرام، وتشوف وقت ما بتيجي وظائف انك انت ايه تقدم عليها. وهنا خلي بالك من حاجة، ما تقعدش تكتب، يعني مثلا بيكون هم عايزين وظيفة داتا انتري او موظف قنصلي وكده، تروح تبعت لهم شهادات بكالوريوس وماستر، لا لازم تعمل البتاع عشان هو بيستبعدك على طول، بيقول ان انت اوفر كواليفايد للوظيفه دي ومش عايز كل ده، ماشي؟ ومش هيقعد عندوش الوقت ان هو يقعد يجيله 100 مثلا 100 طلب وظيفه ان هو يقعد يفتش فيهم كلهم. كلما كنت مختصر كلما كان افضل. يبقى اول حاجه دي. تاني حاجه التدريس، مفيش مدارس المانيه في الكويت، لكن انت ممكن تدرس بشكل برايفت، ممكن تدرس الماني بشكل برايفت، يعني ممكن تخاطب السفاره، احط لك البيانات بتاعت السفاره عندها على الموقع، السفاره الالمانيه في الكويت عندها على الموقع في ليرن جيرمان كويت، الجهات والافراد اللي بيدرسوا الماني في الكويت. اكتب ايميل محترم مع سي في محترم للسفاره وقول لهم لو سمحت حطوني على الويب سايت عشان اقدر ادرس. وبكده هتبدا تنتشر واحده واحده، اعمل لنفسك صفحات على السوشيال ميديا وابدا انشر نفسك وابدا ادرس في الكويت. دي الامكانيات. لو عندك انت امكانيه اكتبها لي من فضلك في التعليقات او ابعتها لي. دانكشون ونتشوز.